يا وليد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعني كده؟ ايه هسه سمعت. طب السلام اتفضل. عليكم يا وليد، شنو سؤالك اليوم؟ سؤالي النهاردة: لماذا المعصوم نسى آية الولاية في القرآن الكريم؟ ما خباش ليه من ضمن الآيات اللي خباها؟ زين، اشرح لي اكثر، شنو اللي خباه المعصوم؟ أشرح لك أكتر. في دلوقتي 55,000 شيعي بيروجون أن القرآن الكريم محرف، وأن القرآن الذي بين أيدينا أخفاه المعصوم. القرآن الذي بين أيدينا ده قرآن عثمان، والقرآن الحقيقي أخفاه المعصوم مع المهدي. فإذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الصحيح، ومع ذلك يستدلون بقرآن على آية اسمها آية الولاية. وعندما سألناهم لماذا أخفى علي بن أبي طالب القرآن الصحيح، قالوا لأن به آيات الولاية وبه آيات محبة أهل البيت، فلذلك خاف عليه فأخفاه. طيب لماذا لم يخفي هذه الآية؟ يا شيخ وليد، 55,000 قرنهم، يعني 550,000 شيعي يقولون الآن بأعداد. بتحريف القرآن. يا شيخ وليد، هاي المعلومة أنا سبق واتصلت بيك وقلت لك هاي المعلومة خاطئة، الشيعة لا يقولون بتحريف القرآن. يا أستاذ، عندنا كيف يعني؟ شلون احنا الله 550,000 الآن، يحاسبنا على واحد القرآن؟ عندنا واحد، معلش يعني، دلوقتي عنده شوية أطفال شباب، 550,000 شاب وفتاة يقولون الآن بتحريف القرآن. أنتوا ليه بتخبوا وشكم من الحقيقة؟ ليه؟ ليه بتهربوا من يا شيخ الحقيقة؟ وليد، ما نهرب، اخذ المذهب من المصادر النظيفة يا يا شيخ عم وليد، انتوا روحوا كلموه. طيب اخذ انتوا ليه المذهب. بتيجوا عندي انا؟ معلش يا استاذ، هو انا اللي بقول بتحريف القران؟ انا الذي يا اقول اخي، بتحريف القران؟ يعني ليه حضراتكم خايفين تكلموه؟ يعني ماكو ليه شيء، خايفين تكلموه؟ ماكو شيخ وليد، يا اخوانا رقمه موجود، اتصلوا ماكو عليه شيء وقولوا له بالمذهب اتقي الله الشيعي عز اسمه وجل. تحريف القرآن. ضللت الشباب، في اصوات اتصل عليه نشاط وقولوا له اتقي الله سماع. عز وجل، ضللت الشباب. لكن انتوا جايين لي انا، انت لا تقول بتحريف القرآن، على يا راسي ما فيش مشكلة، لكن انا مش انا اللي بقول بتحريف القرآن. انا ادافع عن تحريف القرآن، انا ادافع واقاتل من اجل ان لا يا يقال ان شيخ، القرآن محرف، لان القرآن محرف يعني معناها انتهاء دين الاسلام. صحيح، طيب حضرتك ما تكلمنيش وهذا انا، ما نقوله. صحيح حضرتك ما تكلمنيش انا، ما تجيليش انا تقول لي لا احنا عندنا القران يا ليس شيخ وليد، بمحرف. روح حضرتك للذين يقولون بتحريف القران وينشرون بين شباب يا العراق شيخ الان بتحريف وليد، يعني القران ليس تحريف اليس القران. في المذهب بس، ممكن تسمعني؟ اتفضل. ممكن تسمعني؟ اتفضل. يعني هسه المذهب السني ما بي اصوات نشاز يا باشا، واحنا بنرد على اصوات النشاز. اي صوت نشاز بيطلع عند بالضبط، اهل السنه نفس والجماعه الفكره، نفس بنطلع الفكره. ننهشه، بنطلع ناكله. يعني انا شفت لك فيديو قديم من ايام المرحوم حمدي الابراشي الله يرحمه، عندك حلقه معاه تكفر الشيخ عبد الله رشدي. انا بكفر عبد الله رشدي؟ ايه، عندك لقاء كان ويا حمدي الابراشي، انا كنت اتابعه. انا بكفر عبد الله رشدي؟ ده مو الراجل انت لسه عم مكلمه ياكو ناس وكان معاك في مكفرين امريكا، قعدنا نتكلم انا وهو من قيمة يومين، تقول لي يا بكفر شيخ عبد الله رشدي؟ أصوات يا شيخ الأصوات النشاز لا تأخذ بيها. طب ما تنزل. يعني طيب تقول الدكتور لي أحمد بكفر عبد الوالي الله الله رشدي؟ يرحمه، ما أساسا ما في إلا ما فيش ما أنا ما طلعتش مع عبد الله رشدي إلا حلقة واحدة فقط، وكنا منسجمين مع بعض، مع إنه كان المخالف ليا، ومع إننا كنا منسجمين مع بعض. حلقة كان ما موجود، ما موجود كان. طيب يبقى تقول لي بكفر عبد الله رشدي وهو كمان مش موجود؟ ما بلاش الحاجات دي، الله يكرمكم، يعني بلاش ما كلام. كان موجود، ما كان موجود. طيب بلاش كذب ان شاء الله. شكرا ليك يا شيخ وليد. الشيعة، اتفضل دكتور، ما اخذ القرآن، اخذ المذهب من المصادر النظيفة. المصادر النظيفة انا سبق وقلت لك في يوم من الايام سامع بالدكتور احمد الوالي الله يرحمه. يا استاذ المفروض حضراتكم تجتهدوا كده. محاضراتك انا شايف كلها حضرتك لا صوره تقول حضرتك، بتحريف. انت حضرتك ممكن تتخطى 50 سنه، شايف الصوره قدامي. حضرتك ممكن انت تعمل فزعه للقران من اجل القران الكريم. نصره القران الكريم هي نصره اهل بيت النبي صلى الله عليه والله وسلم. عامل، المفروض انت تعمل فزعه. انت والله حضرتك عامل والعلماء
وتشوفوا لكم حلقة والله الشباب الصغير اللي كل شوية واحد داخل لنا دلوقتي بيقول بتحريف القرآن. ما عندنا 550 ألف والله كافر الآن بيقولون بتحريف القرآن. ومن يا شيخ وليد الموضوع أكبر مني ومنك، بس أنتوا المشكلة يعني تأخذون المصادر الغير نظيفة. أكبر منكوا آه، لكن والله مش أكبر منا، مش أكبر منا، ما تقول إيش أكبر منك. والله أنت تأخذ، مو أنت تأخذ، مو أنت ماشي مو أكبر منك، بس تأخذ المصادر النظيفة، أخذ المصادر يا النظيفة. يا سيدي أنتوا ليه المصادر النظيفة؟ ليه حضراتكم ما تجتمعوش على المصادر الوسخة وتكلموها أو تمحوها؟ لأنه إحنا ما نأخذ، إحنا ما نأخذ من المصادر الوسخة يا عم. شيخ وليد المصادر الوسخة، المصادر عندنا أهل البيت اللي جمع الشباب دلوقتي، يعني ما نأخذ من الشيخ اللي جمع الشباب دلوقتي يا شيخ وليد. شكرا لك يا أستاذ، ربنا يبارك فيك، شكرا لك.